في الفيديو ده انا هكمل كلام على مراحل نشأة كوكب الارض وبداية الحياة وتطورها عليه. بس لو ما كنتش شفت الفيديو اللي فات عن ازاي كوكب الارض اتكون، دوس على الكارد اللي هيظهر فوق دلوقتي علشان تشوفه الاول وتشوف تسلسل الاحداث بداية من نشأة الارض. وكمان هسيب لك لينك الجزء اللي فات تحت في الديسكريبشن، وسواء كنت شفت الجزء اللي فات او ما شفتوش، خلينا نفتكر في خلال كام ثانية العناوين اللي اتكلمت عليها في الجزء اللي فات وانتهينا بالكلام على ايه علشان نربط الاحداث ببعض. في الفيديو ده انا هتكلم على النظرية العلمية الاكثر قبولا عند المجتمع العلمي لمراحل نشأة كوكب الارض اللي هي الكور اكريشن او التراكم الاساسي، وهتكلم على ازاي القمر اتكون والعصر اللي كانت فيه الكرة الارضية عبارة عن كرة نار، وازاي بقى فيه مياه على كوكب الارض، وازاي الحياة بدأت فيه، وازاي بقى فيه حديد على الكوكب، وازاي اول قارة كونت عليه، والعصر اللي كانت الكرة الارضية فيه عبارة عن كرة من الجليد. ولكن تفتكر بعد 50 مليون سنة اللي مرت بيها الارض في العصر الجليدي ده، هل لسه في كائنات حية في قاع المحيط؟ بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو عجبك الفيديو بعد ما تخلصه ياريت تدعمنا بعمل لايك للفيديو. انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الفيديو ده انا هتكلم على ازاي بقى فيه على كوكب الارض كائنات بحرية وحيوانات ومراحل تطورهم، والعصر اللي حصل فيه اكبر انقراض للكائنات الحية في تاريخ الكوكب، وده قبل عصر الديناصورات ملايين السنين، والعصر اللي اتكون فيه الفحم الحجري والبترول وصولا لعصر الديناصورات وانقراضها. ندخل في الموضوع. من 540 مليون سنة المحيط كان مليان بالاكسجين، والبكتيريا البدائية اللي كنا اتكلمنا عليها اتطورت، وواضح ان في جزء منها قدر يعيش في الفترة اللي كانت فيها الكرة الارضية عبارة عن كرة جليدية متجمدة، وبقى فيه نباتات في كل حتة في قاع المحيط، وبدأ يظهر كائنات بحرية جديدة اسمها ووكيسيا، وده جيل جديد من المخلوقات المعقدة متعددة الخلية. وبسبب زيادة الأكسجين في الفترة دي الكائنات بدأ حجمها يكبر وبدأ يتكون لها هياكل عظمية، وبدأ يظهر أنواع أكتر مختلفة من الكائنات الحية زي الديدان والسبونجس وكمان الترايلوبايتس، وده من أقدم قرايب الحشرات والعقارب والاستاكوزا. والحياة في المحيطات اتحولت من مجرد بكتيريا وحيدة الخلية الى وحش زي الانوميلوكارياس اللي طوله حوالي 60 سنتي وعينيه كبيرة واسنانه حادة جدا، وكل اللي بيحتاج ان هو يعمله انه يختار فريسته، والترايلوبايتس ما كانش بيقدر يحمي نفسه من هجمات الانوميلوكارياس. وظهر كمان نوع اسمه بيكايا طولها حوالي 5 سنتي، والنوع ده تكون عنده اول حبل شوكي في الكائنات الحية. اعتقد دي معلومة لطيفة، لو حد سألك ايه اول كائن حي تكون عنده حبل شوكي هتقوله البيكايا على طول. وبدأ شكل الكائنات الحية يبقى شبه اللي نعرفها حاليا، وبقى فيه عشرات الآلاف من فصائل النباتات والحيوانات. طيب أخبار الحياة على اليابسة إيه؟ يا ترى لسه مفيش جديد بعد كل السنين دي؟ من 460 مليون سنة بدأت الصفائح التكتونية للأرض تتحرك تاني، وبقى فيه قارة جديدة اسمها جوندوانا. وعلى الرغم من أن درجة حرارة الجو 30 درجة مئوية ونسبة الأكسجين في الجو قريبة من النسبة الحالية، ولكن ما زال لا يوجد اي كائنات حية خارج المحيطات غير بعض الطحالب فقط، والسبب هو الشمس، وده لان الشمس بتشع للارض اشعة مميتة اللي هي الالترا فايلوت ريز او الاشعة فوق البنفسجية، وده خلى الحياة المعقدة اللي اتشكلت في المحيطات ملهاش اي فرصة انها تعيش على اليابسة. ولكن على ارتفاع 50 كيلومتر من سطح البحر، لما اشعة الشمس كانت بتدخل الغلاف الجوي كانت بتتفاعل مع غاز الاكسجين وتحوله لغاز الاوزون اللي بيشكل بطانية حوالين الكوكب، وطبقة الأوزون بقت بتمتص أشعة الشمس القاتلة وتمنعها من الوصول للأرض. وعلى مدار 120 مليون سنة فضلت طبقة الأوزون سمكها يزيد، وفضلت تمنع كميات أكتر وأكتر من أشعة الشمس المميتة إنها توصل لسطح الأرض. ومن غير طبقة الأوزون كان هيبقى من المستحيل وجود حياة على اليابسة. ومن 375 مليون سنة وبفضل تكون طبقة الأوزون بدأ يظهر ملامح حياة على اليابس على شكل طحالب، والطحالب دي هي أول أشكال الحياة على اليابسة، وكانت بتضخ كميات كبيرة من الأكسجين ومعدل غاز الأكسجين بيزيد في الجو. وفي الوقت ده في حاجة حصلت أدت لوجود الحيوانات على الأرض. سمكة التكتالك كان عندها رقبة بتخليها تقدر ترفع نفسها فوق سطح المية، وبدأت توصل للشط وتستخدم زعانفها زي ما يكون عندها رجلين، وبدأت تخرج برا المية، وكانت الحياة النباتية غنية جدا في الوقت ده. وخلال 15 مليون سنة السمكة الغريبة دي فضلت تتطور، وزعنفها بقت عبارة عن 4 أرجل، وبقت أقوى بحيث أنها تقدر تشيل جسم السمكة بالكامل، وبقت تقضي وقت أكبر خارج المية. والكلام ده استمر لغاية من 360 مليون سنة فاتوا، وبعد كده بقت اليابسة هي بيتها الأساسي وثابت المحيطات، وكل الحيوانات رباعية الأرجل هتتطور من المخلوق ده
زي الثدييات والديناصورات وحتى الطيور كمان. وبعد مرور السنين بقى فيه أول نوع من أنواع الكائنات الحية الطائرة اللي هي الدراجون فلاي، ولكن وقتها كان حجمها قد حجم النسر، حاجة زي اللي بنشوفها في أفلام الرعب كده. ولكن الدراجون فلاي اللي بحجم النسر ده كان اسمه ميجانيورا. والكائنات الحية الطائرة دي رجليها اتطورت وبقت عبارة عن جناحات، وده علشان تقدر توصل لمناطق أبعد علشان توصل للأكل اللي هي محتاجاه. وكان فيه على الأرض ديدان وعناكب وجميع أنواع الحشرات. ومن أوائل المخلوقات اللي مشيت على اليابسة هي الأرثروبودز، وكانت موجودة من مئات ملايين السنين وما زالت موجودة حتى يومنا هذا بنفس الشكل، ولكن مع فرق واحد بس، إنها كانت عملاقة. في الوقت ده كان كل الكائنات الحية بداية من الحشرات كانت عملاقة، والسبب إن وقتها كانت كمية الأكسجين في الجو كبيرة جدا، وكمية الأكسجين الكبيرة كانت بتخلي أجهزتهم التنفسية فعالة جدا، وده كان بيخلي أجسامهم تكبر بشكل كبير. يعني الدودة كان طولها مترين والعقرب كان بحجم الذئب. وكل الكائنات الحية اللي شفناها لغاية دلوقتي كانت بتحط بيضها في المية، ما عدا الهيلونومس، وده كائن شبه السحلية، كان البيض بتاعه فيه كل المية والمواد الغذائية اللي بيحتاجها صغاره. وصغار الهيلونومس تعتبر طفرة في تطور الحيوانات، لأنها أول كائن يتولد على اليابسة وما يحتاجش للمحيطات تماما. والهيلونومس هو بداية الريبتايلز أو الزواحف كلها، وجه الزمن اللي بدأ يتشكل فيه الفحم الحجري على الكوكب. والموضوع بدأ بأن كان فيه كميات كبيرة من النباتات الميتة بتتراكم فوق بعض وتحلل وبتعمل طبقات كثيفة، وعلى مر مئات الملايين من السنين الصخور غطت طبقات النباتات الميتة المتحللة، وبتأثير حرارة لب الأرض وضغط الصخور على النباتات دي بدأت تتحول إلى فحم حجري. وكل قطعة فحم حجري موجودة حاليا اتشكلت من النباتات اللي ماتت من 300 مليون سنة. ومن 250 مليون سنة كان فيه قطيع من الزواحف العملاقة بيرعى في حقول سيبيريا، والقطيع ده مش ديناصورات، لان لسه قدامنا 20 مليون سنة من الوقت اللي بنتكلم عليه عشان نوصل للديناصورات. فاكرين السحالي الصغيرة اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي هي الهيلونومس؟ فضلت تتطور وشكلها وحجمها يتغير لغاية لما بقت السكوتاسورز، ودي من القرايب القديمة للسلاحف. والسكوتاسورز كانت بتاكل نباتات فقط، وتخيل بقى لما شكل الحيوانات النباتية بالقوة دي، ما بالك بقى بأكلات اللحوم هتبقى عاملة ازاي، زي الجورجونوبيسيا مثلا. ده بقى عبارة عن آلة قتل من عصور ما قبل التاريخ، وبسبب أسنان الكورجونوبيسيا الفتاكة كانت بتخلي السكوتاسورز عامل زي علبة الزبادي كده، هي عضة واحدة ويسيبه ويقعد يتفرج عليه من بعيد وهو بيصف دمه. وفي الوقت ده حصل حاجة غيرت شكل الحياة على الكوكب. الأرض بدأت تسخن، وبسبب الضغط الرهيب تحت سطح الأرض بدأ يخرج كميات كبيرة من البراكين، وبدأت تخرج الحمم البركانية من القشرة الأرضية بكميات ضخمة وتغطي مساحات شاسعة من الأرض، وبقى فيه بحيرات من الحمم البركانية على سطح الأرض. والفترة دي من الانفجارات البركانية بيسموها The Siberian Eruption، وتسببت في إن الجورجونوبيسيز والإسكوتاسورز يختفوا من على وجه الأرض، وبقوا ضحايا لأكبر انقراض جماعي في تاريخ الكوكب. والعصر ده بيسموه The Permian Extinction، واستمرت الانفجارات البركانية لمدة نص مليون سنة، والبراكين دي تسببت في القضاء على أكتر من 95% من الكائنات الحية الموجودة على الأرض. وفي الناحية التانية من قارة جوندوانا ولا كأن في أي حاجة حصلت، وكانت الحرارة 20 درجة مئوية، ولكن بدأ يغطي الكوكب كله سحب من الرماد بسبب الانفجارات البركانية اللي حصلت على بعد 16000 كيلومتر. والرماد ده كان بيحرق ويخنق ويقتل الحيوانات اللي ما تعرضتش للبراكين في كل حتة على الكوكب، والجو بقى مليان بغاز السلفر دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكبريت بسبب الانفجارات البركانية. ولما كانت بتمطر كان بيتحول الغاز ده إلى سلفوريك أسيد اللي هو حمض الكبريتيك، يعني كانت بتمطر مية نار وتحرق أي حاجة تنزل عليها. وزي ما عرفنا في الفيديو اللي فات، البراكين بيطلع معاها كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون ويملى الجو، والجو بقى حر، وبدأت المية في المحيطات تتبخر والنباتات كمان ماتت، وبقى مفيش أي شكل من أشكال الحياة على اليابسة، وكل النباتات والكائنات الحية تحت سطح المية اختفت ما عدا نوع من الطحالب لونه وردي. والسبب في موت الكائنات الحية في المحيط إن حرارة الجو العالية رفعت حرارة مية المحيطات وفضتها من الأكسجين، وبقى من المستحيل أي كائن حي يعيش في الظروف دي ما عدا النوع ده من الطحالب. وكان في فقاعات غازية بتطلع من قاع المحيط، والفقاعات دي كانت عبارة عن غاز الميثين اللي هو الغاز الطبيعي اللي بنستخدمه دلوقتي في بيوتنا، والنوع ده من الغاز سام بأكتر من 20 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. والغاز ده كان متجمد تحت القشرة الأرضية الموجودة في قاع المحيط، ولكن بدأ يسخن ويتبخر بسبب ارتفاع حرارة المية ويخرج في مياه المحيط ومنها إلى الجو. والمشكلة بقى إن الغاز ده لما كان بيوصل للغلاف الجوي كان بيرفع درجة حرارة الجو أكتر وأكتر، والحرارة زادت إلى 40 درجة مئوية. وبعد 500 ألف سنة من بداية البراكين بقت الحمم البركانية بتغطي مساحة قد مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعمق 6 كيلومتر من الصخور المنصهرة فوق القشرة الأرضية.
يعني من 250 مليون سنة رجعنا تاني زي ما بدأنا، كوكب تقريبا خالي من الحياة. ولكن بعدها ب50 مليون سنة، يعني من 200 مليون سنة، الكوكب كان بيتغير، والكوكب كان فيه قارة بانجيا فقط اللي بتمتد من القطب الشمالي للجنوبي. وبدأ الكوكب يتعافى والحرارة تنزل والأمطار الحمضية قلت، وبدأت الحياة النباتية ترجع من تاني، وبدأ يظهر أنواع جديدة من الحيوانات، ومن ضمنها ظهر النوع اللي سيطر على الكوكب بالكامل، وهي الديناصورات اللي اسمها الأماسورس. والنوع ده تطور من مجموعة من الزواحف اللي قدرت تعيش في عصر البيرميان اكستنكشن اللي اتكلمنا عليه. وطول الأماسورس 4.5 متر، وده كان بيخلي حركته بطيئة وضعيف على عكس الديلوفوسورس اللي كانت صغيرة وسريعة، وده كان الوقت اللي الديناصورات كانت مسيطرة فيه على الكوكب. ولكن الكوكب مازال نشط ومتقلب، وبدأت القشرة الأرضية تضعف ويخرج منها الحمم البركانية، وبدأ يحصل زلازل، وفضلت الصفائح التكتونية تتحرك. ومن 190 مليون سنة اتقسمت قارة بانجيا، وجي الوقت اللي اتشكل فيه البترول على الكوكب. كان قاع المحيط متغطي بالأسماك الميتة، وفي خلال 10 مليون سنة من الوقت ده طبقات الصخور فضلت تغطي الأسماك الميتة، والطبقات تسخن بسبب درجة حرارة لب الأرض، وطبقات الأسماك الميتة تتحول لبترول. يعني كل لتر بنزين بتحطه في عربيتك أو أي قطعة بلاستيك أو دهانات أو صابون معظمهم أصلهم الأسماك دي. من 180 مليون سنة كان في نوع من الأسماك اسمه الأكياسورس، طوله 6 متر سرعته 40 كيلو متر في الساعة، وده كان أسرع وأكتر مخلوق مفترس في المحيط، وسيطر على محيطات الأرض لمدة 50 مليون سنة. ولكن جلي نفسه على العرش اللي هو البلايوسور، وده كائن طوله أطول من أتوبيس ووزن وزن عربية نقل صغيرة، وعنده فكين جبارين أقوى بأكتر من 8 مرات من القرش الأبيض العظيم، وطول أسنانه 30 سنتي. ومن 65 مليون سنة كان في نوع من الثدييات اللي ما ماتتش من الانقراض الجماعي اللي حصل قبل 185 مليون سنة، تطور ولكنه كان فريسة سهلة للديناصورات، علشان كده بيعيشوا في الشجر أو تحت الأرض وبيتحركوا بالليل بس. وفي الوقت ده ما كانش فيه حاجة على وجه الكوكب بتنازع الديناصورات على الحكم، ولكن كان فيه خارج الكوكب حاجة بتهدد حياة الديناصورات. كان فيه استرويد أو كويكب متجه ناحية كوكب الأرض، طوله 11 كيلو متر، يعني أكبر من قمة جبل إيفرست، وبيتحرك بسرعة 70 ألف كيلو متر في الساعة في اتجاه الأرض مباشرة، وضرب خليج المكسيك تحديدا ودمر كل حاجة قدامه. حتى الكويكب نفسه من قوة الاصطدام اتبخر، والاصطدام ده أطلق طاقة بتساوي ملايين الأسلحة النووية، وبقى مفيش مكان آمن على الكوكب، وبدأت تطير حجارة بحجم أحياء سكنية، ده غير موجة الانفجار الرهيبة اللي كسحت كل اللي بيقابلها. وبعد الاصطدام بدقايق الأرض اتعرضت لهجوم عبارة عن نيازك من كل حتة في السماء، والسماء بقت عبارة عن نار، وبدأ يتولد زلازل مدمرة، ده غير التسوناميز اللي غطت الأرض. وفضلت الأرض تتعرض لقصف النيازك المستمر لغاية لما انتشرت طبقة من الصخور المنصهرة والغبار اللي غطت الكوكب بالكامل، ودرجة حرارة الجو وصلت ل 275 درجة مئوية، والنباتات في كل مكان بدأت تولع بشكل تلقائي بسبب الجو الرهيب. وطبعا بعد الهجوم العنيف ده مستحيل يبقى لسه في حياة موجودة على الكوكب، وبكده يبقى عصر الديناصورات اللي استمر ل 165 مليون سنة انتهى، وانقرضت الديناصورات. وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو كان مفيد وعجبك، ولو حابب تشوف المصادر هسيبها لك تحت الفيديو في الديسكريبشن كالعادة، وشكرا.